بس مساء الخير، تحية للشعب المصري العظيم. في الحقيقة هناك تخوفات كثيرة من ظهوري الدائم أو دائما أو دايما على مسرح الأحداث، لأن المسرح في الغالب بيقلب عكننا، وهو 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 شيء غريب ومريب وعجيب، إلى أن الناس لا تصدق أنني أتحدث العربية بطلاقة. وهؤلاء أقول لهم no comment no comment، مش يعني مستحب أحب يعني ولا إني أتكلم عن هذه تلك هذه المواضيع. أصبح هذا الكلام في تلك المواضيع سخيف، لكن سأتحدث في حقيقة الأمر عن اتهام آخر، وهو أنني لا أعرف البلد ولا أنزل الشارع، وهذا طبعا شيء غير صحيح. أنا أنزل الشارع يوميا وأمارس الرياضة حوالين الفيلا بتاعتي في الصحراوي، وعندي برنامج يومي بعمله أقابل فيه الناس لكي أعرف البلد، يعني بقابل عم عبد الواحد اللي كلايني كل يوم، مش بتاع رد قلبي، لا لا لا، ده اللي هو عبد الواحد بتاع رد قلبي، ده كان اللي هو بيعمل دوره محمود حميدة على ما أظن. فلا، أنا بقابل عبد الواحد الجنايني بتاع اللي هو ساكن في باب الرز، أقصد باب التقلية، صح؟ بيقولوا لي باب الشعرية، هي باب الشعرية عند، افتكرت، أنا أعرف كل حاجة وأطلع على الأماكن كلها، عند زيزو دارتي بتاع الكبدة، أي إيه؟ زيزو نتانا. بقابل كمان رفعت الصفراجي، وده ساكن في مساكن المظلوم في المشربيه اللي هي ايه؟ سوري، الشرابيه، عند ابو سامبو بتاع البيبس اللي هو ورا كشك عم شكشك. ناس كمان لازم بتشكك في معرفتي لاولاد البلد الحقيقيين. لذلك أنا هقول لهم بعض الأشياء التي سوف تدهشهم، سيندهشون من معلوماتي العظيمة أنني أعرف تلك المعلومات. هل هذا تعلم؟ لكي يعني تعلموا أن أنا عارف كل التفاصيل، اللغة والمصطلحات. يعني صباح الفل يا معلم، صباح الفل يا معلم، خبرة بال وحشني يا غالي، وحشني يا غالي، اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا، نعمله في الناس هيطلع علينا، وبعمل كده فاهمين، هو اللي بنعمله في الناس هيطلع علينا، عندي خبرة بولاد البلد. في كمان حاجة تانية هتقولهم لي نيلي، هقولهم لك شريهان، هتقولهم لي نيلي، هقولهم لك شريهان. فخد فطيرك، خد فطيرك لانش. في كمان كلمة بنصحكم بعم شعبان اللي في الشرابية، يعني ليه انه بيعمل بصراحة البيتزا ب10 جنيه بس، شفتوا الحاجات؟ وبعدين الراجل ده بيتوصل بالقوطة، حد يعرف دي؟ يعني محدش اصلا عارف انه بيتوصل بالقوطة بس، فيعني وبيقولوا كمان مجنونة يا قوطة. انا عارف يعني الكل صغيرة وتخينة، عارفها. فطبعا هناك العديد من الكلمات التي استطيع ان اثبت من خلالها انني ابن بلد، لكن حرصا على وقت البرنامج لن اتحدث في هذا الموضوع، او مش حلكلك وبصراحه لازم اهتم، يعني بحب كل مصري انصحهم بمشاهده برنامج عالم سمسم، ده بصراحة عالم سمسم ده المرجع المفضل بالنسبة لي في اللغة العربية. نقطة أخرى تتعلق بوجودي الدائم خارج من مصر، أنا عايز أقول إن في السفر 7 فوائد، وأن سعر الفايدة في السفر أعلى من سعرها في دفتر التوفير. ده إفيه، يعني ممكن تضحكوا على فكرة.
فطبعا أنا يعني أحب الشعب المصري. وكلمة أخيرة للشعب المصري العظيم، صحيح أنه قال نعم وأنا ضد نعم، وقال لا 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 لا، لكنه أيضا استقبلني استقبالا غامرا، ما عدا بعض المناوشات مشاحنات التي أسفرت عن تغيير شمبر النظارة لأنه كان صيني، واللي يخليني أقول للناس ما حدش يحدف طوب، ما حدش يحدف طوب. أخيرا وليس آخرا، أنا سوف أترشح لرئاسة الجمهورية، سوف أترشح لأدافع عن الذين قالوا نعم والذين قالوا لا، لأدافع عن الذين يحبوني والذين ينتقدوني ويقولوني ويحذفوني ويزألوني بالبيض. ولهؤلاء أقول يا ريت لما تحذفوني بالبيض المرة القادمة يا ريت يكون البيض مسلوق، عشان طبعا تعرفين الكوليسترول وأنا يعني سني ما يسمحش. وبعدين أنا بصراحة يعني ده آخر كلام عندي، وأنا خلصت كلمتي على فكرة. ممكن برضو تنهوا الحلقة، تقدروا تعملوا ده، ويعني بس.